طيب كابتن فضل، هدخل حضرتك معايا في مناقشه كده، انا حابب يعني بصراحه افتحها برضو في هذا الاستوديو. الكابتن شوقي غريب صاحب الميداليه الوحيده لمصر في المحافل العالميه يعني مع منتخب الشباب تحديدا، ويمكن كابتن جمال حمزه كان واحد من الحاضرين، بعد كده قيادته للمنتخب الاولمبي، كان بيقود ايضا منتخب مصر تحت 20 سنه و21 سنه، وكل ده ممكن يبقى عنده ثقه شويه في اللاعبين الصغيرين، وفي نفس الوقت هربطه بقطاع الناشئين في المقاولين العربي اللي قدم لعيبه عالميه زي النني ومحمد صلاح، وأهمية استغلال قطاع الناشئين. هل ممكن مدير فني عنده الجرأة في استغلال المواهب الشابة نبدأ نشوف كمان في اعتماد على قطاع الناشئين في المقاولين العرب، وده يدي كمان أمل للعيبة الصغيرين الموجودة ولا لا؟ بص، السؤال حلو قوي قوي، وفي نقطة كابتن أيمن اتكلم فيها وعلى كابتن شوقي وعلى عموما مش كابتن شوقي تحديدا يعني على الفكرة في تغيير اللعيبة، وقال مصطلح يعني اللي هو الانتحار الإداري أو هزيمة إدارية عجبتني جدا. فهقول لك على في الكوره مفيش حاجه اسمها غير 14 15، بس انا كان ليا تجربه مع كابتن شوقي في سموحه وفي الانتاج الحربي وتم تغيير 14 و15 لعيب، وبدانا اول 5 ماتشات كانت الامور مش بالاسامي وبالحجم، لكن بعد كده احنا نهينا رابع وخامس، ده في الانتاج الحربي وفي سموحه، فبتبقى ماشي لغايه ما زي ما كابتن ايمن قال موضوع الكيمستري او موضوع التناغم، ان انا ابقى عارف امكانيات اللعيبه. فما بعرف ان مثلا جمال هيستلم الكوره، لا انا هعمل فنت واروح هتتحط كابتن ايمن، لا في كوره لازم انا ابقى انا على طول اضغط ان كابتن ايمن سريع مثلا، غانم لا هيلعب بدماغه، يبقى انا امكانيات عشان في الاخر يبقى النتيجه ايجابيه وصح. ده كابتن شوقي. كابتن شوقي اضافه على الارقام اللي انت قلتها، وكان مشارك طبعا وكسب كاس امم افريقيا تحت 23 سنه في مصر، هو من احسن المدربين اللي انا اتعاملت معاهم، يعني ممكن تكون شهادتي مجروحه طبعا مليون في الميه، يعني انا وجمال وكابتن ايمن احنا تربطنا علاقه، بس من احسن المدربين اللي بيعرف يتعامل مع اللعيب بشكل جيد ومع الاداره. اداره المقاولين العرب في كل المديرين الفنيين انت ذكرتهم ما طلبوش من ولا مدير فني ان هو يمشي، ان هي مؤسسه محترمه جدا، فهي بتاخد قرار بتستنى لغايه اخر السنه وتحاسب. المديرين الفنيين هم اللي خلاص قال لك انا مش قادر، مره واثنين وثلاثه. انا الكلام ده انا بقوله لك بناء على معلومه وعن قرب. فكابتن شوقي جاي في مشروع، يمكن السنه اللي فاتت قالوا له حتى لو نزلت درجه تانية انت مكمل في المشروع لمده 3 سنين، فهو جاي عن مشروع. طب ايه كلمه مشروع الناس بتقعد تقولها بس بتضايقنا جدا احنا كمحللين؟ مشروع هو مش كلمه مشروع ان انا اقول مشروع يبقى الناس كلها تقول لك مشروع، لا مشروع ده ان هو فيه ناشئين، فيه اختيار، فيه انا عندي فندق. على فكره المقاولين العرب من الانديه الغنيه جدا جدا، عندها ملاعب، عندها صرح كبير جدا فعلا، متكامل فندقين. انا لعبت في المقاولين العرب واتشرف، لعبت 3 سنين في المقاولين العرب، فانت انا عارف كل التفاصيل. عندك قطاع ناشئين كبير جدا، محمد صلاح احسن لعيب، احسن لعيبه في العالم. فطبعا عشان الوقت مش عاوز اخوض يعني، بس انا اثق جدا في التجربه دي وفي الفكر بتاع كابتن.